أسعد اليوم عازم حاله على فنجان قهوة. وفي بالمكان صوت غريب خلى فضول أسعد يشتغل. أسعد أقنع حاله يفوت على القاعة ويتعرف على المدرب عشان يعلمه. شكل المدرب وافق على إنه يدرب أسعد، وأكيد رح يبدأ معاه من الصفر، عشان هيك طلب منه يلبس حذاء. طلبت منه غير الشوز ويا ريتني ما طلبت. أول سؤال سألته لأسعد، شو بتعرف عن البولينج؟ صاحبي وحبيبي وكفاءة. إذا أسعد بده يرمي الطابة لازم نعمل صفارة انذار ونخلي الصالة. أسعد إجا بده يتعلم، بده يغير القوانين. طيب شو فيها؟ يعني هو قانون الجاذبية؟ أسعد اختار الطبيعة كمكان ملائم للتمرين. شباب أنا مبسوط كثير بجيتكم. أنا هسا بمر بمرحلة إني أنا بدي أفوت بطولة إشي اسمه البولينج. المطلوب منكم هلا توقفوا، شفتوا حبة الكساية؟ بدي زي حبة الكساية. أبو علي وقف لي هون. تيفا تعلي هيك. أبو شفة أنا عرفتك من البلوزة. أبو علي أنت متصبت كثير معي، بدي إياك أنا. أنت مش مشكلة يعني، إذا تصبت عادي تتعالج. يلا تبتم. طب إحنا بدنا نطلع بطولة بولينج أسعد. يعني أنت عارف شو البولينج؟ يلا يا زلمة صب. أيوة عجبتني الفحجي هاي إنك شبهها. إذا بيجيش بحدا بتلحقوا العجل. شو يا أسعد؟ عندك عزومة في البيت؟ لا يا إكسلانس، عندي بطولة بولينج وبدي أكسر العالم فيها. تكسر العالم يا أسعد؟ ما أنت قاعد بتكسر كاسات البيت، وبعدين بشو بدك تشرب؟ من هالناحية؟ لا 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 لا، عندي مج أنا بشرب فيه. لا يا أسعد، شوف لك هواية تانية. هواية تانية؟ طب والتدريبات المكثفة اللي كنت أقوم فيها؟ شوف لك هواية تانية. طيب ماشي أسعد. لا لا.